رمضان شهر الجود. شهر رمضان شهر الجود والعطاء والبذل والإحسان، شهر التواصل والتكافل، شهر تغمر فيه الرحمة قلوب المؤمنين وتجود فيه بالعطاء أيدي المحسنين. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم أروع أمثلة البذل والعطاء في هذا الشهر المبارك، حتى وصفه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بأنه كان أجود ما يكون في رمضان وأجود بالخير من الريح المرسلة. والصدقة في هذا الشهر شأنها أعظم وآكد، ولها مزية على غيرها لشرف الزمان ومضاعفة أجر العامل فيه، ولأن فيها إعانة للصائمين المحتاجين على طاعاتهم، فاستحق المعين لهم مثل أجرهم، فمن فطر صائما كان له مثل أجره. ولأن الله عز وجل يجود على عباده في هذا الشهر بالرحمة والمغفرة، فمن جاد على عباد الله جاد الله عليه بالعطاء والفضل، والجزاء من جنس العمل. والصيام لابد أن يقع فيه خلل أو نقص، والصدقة تجبر النقص والخلل، ولهذا أوجب الله في آخر شهر رمضان زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث. ولأن هناك علاقة خاصة بين الصيام والصدقة، فالجمع بينهما من موجبات الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرف يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قيل: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. فاغتنم أخي الصائم هذه الفرصة وأنفق ينفق عليك، وتذكر إخوة لك في مشارق الأرض ومغاربها يئنون تحت وطأة الجوع والفقر والحاجة. واعلم أن من تمام شكر النعمة الإنفاق منها، وأن لله تعالى أقواما يختصهم بالنعم لمنافع العباد ويقرها فيهم ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم، فقد أعطاك الله الكثير وطلب منك القليل. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون.